الحمد لله على السلامة. ازيكم يا ماما على خير؟ الحمد لله. الناس اظن السكشن ده ما دخلتش فيه الاسبوع اللي فات، اعرفكم بنفسي، اسمي محمد ناجي. ان شاء الله اربع ايام المفروض ان الماده اللي بتدرسها اسمها انترنال كومبشن انجنز. اتمنى هتكون الاسبوع اللي فات اخذت انتروداكشن عن الانجنز بشكل عام. المحركات ازاي بيشتغل؟ طيب الكوميونيكيشن بتاعته ايه؟ موجوده فين المحركات في الطبيعه؟ العربيات، وسائل المواصلات، القطارات، القطارات، المعدات التقيلة والخفيفة. خدت فكرة عن الابلكيشن بتاع المدى. النهارده إن شاء الله بداية السكشن النظري بتاعنا. السكشن بيتكلم عن إيه؟ السكشن اسمه انجن بيرفورمانس. وحضرتك نتعاون مع بعض إن شاء الله قبل أي سكشن سواء عامل أو ناظر تعرف إيه الابلكيشن بتاع السكشن. إيه فايدة السكشن؟ علشان ما يبقاش الموضوع بالنسبه لحضرتك سيكشن عليه مساله، طب يجي في الامتحان ازاي؟ طب دخلت من الترم ما جبتش نتيجه الترم، طب خليته في الفاينل، طب جبت فيه درجه، طب خلاص كل سنه طيب على كده. اعرف ليه الدرس ده اصلا اتحط في المنهج؟ ليه الدرس ده مهم للناس اللي مهتمه بمجال الكومبشن مثلا؟ المره اللي فاتت عرفت يعني ايه انجن صح؟ شغال ازاي؟ الفرو ستروك شغال ازاي؟ شكله والبيستونز والسلندر. النهارده هبدا احكم على الانجن بتاعي. هبدا اتعلم ازاي اقيم اداء المحرك بتاعي، ازاي اقول المحرك ده كويس ولا وحش؟ طب المحرك ده احسن ولا ده؟ طب ده مناسب لشغلي اكتر ولا الانجن ده؟ طب حضرتك عملت عمر للموتور، عملت موديفيكيشن، عملت تعديل على الانجن بتاعك، التعديل ده كان ليه نتيجه ايجابيه ولا نتيجه سلبيه؟ تعرفها ازاي؟ لازم يكون في بارامترز بقيسها عشان اعرف اقيس الانجن بتاعي ده ادائه اتحسن ولا بقى وحش؟ العربيه بتاعتي بحط لها 90 بقيت بحط لها 92، طب ايه العوامل اللي اعرف اقيس عليها واعرف النتيجه كانت حلوه ايجابيه ولا سلبيه؟ فالدرس بتاعنا هدفه منه ايه؟ ان انا ازاي اقيم اداء المحرك بتاعي انجن بيرفورمانس. عباره عن ايه الدرس؟ عباره عن شويه بارامترز كتيره حوالي 9. البارامترز دي تقدر تحكم منها على الانجن بتاعك. باشمهندس يعني كل بارامتر من دول دي قانون؟ اه. القوانين دي هتحبس؟ ايوه. الموضوع صعب؟ لا. اوعدك لو حضرتك ركزت معايا النهارده هخليك انت بنفسك اللي تستنتج القوانين كلها. انت بنفسك اللي تكتب القانون مش انا، اوعدك لو عارف. ولو حضرتك زي ما استنتجت معايا دلوقتي في الامتحان مش محتاج حد يحفظه لك. انت هتعرف تستنتجه في الامتحان. كل المطلوب منك تفهم ايه معنى البرامتر ده؟ ايه معناه؟ ليه بستخدمه؟ لو انت عرفت المعنى هتعرف القيمه بكام؟ القانون بكام؟ وفي اخر السكشن ان شاء الله الحل 60-3 وحضرتك بنفسك هتحل معايا. بدون ما تبص في السكشن انت كاتبه، وبدون ما تبص في الكتاب، وبدون ما تشوف حد يفكر في القوانين. تمام يا شباب؟ سامي الله كده مع بعض؟ قبل ما اخش في اول ترم، تعالى نفتكر شكل الانجن من جوه. الانجن عباره عن سلندر. سلندر فيها فالز. واحد انتيك واحد اكزوست. ممكن يكون اثنين انتيك واحد اكزوست، ممكن واحد واحد بس الانتيك اكبر شويه. ممكن أربعة، اثنين الديك واثنين الإكزوست. وفي بيستون، البيستون ده بيتحرك السلندر حركة خطية، فوق لتحت. أعلى مكان بيوصله اسمه إيه؟ تي دي سي، توب ديد سنتر. طب الحجم اللي فوق اللي هو ما بيوصلوش كليرانس فوليوم. آخر مكان بيوصله تحت البوتوم ديد سنتر. طب المسافة من التوب ديد سنتر لحد البوتوم ديد سنتر، المشوار ده قد إيه؟ ستروك. اللي هو بسميه ال، وبعض الناس بتستخدمه ان هو اس. وات ايفر هو الاستراك، المشوار. كونتر بتاع السلندر من جوه، كونتر البيستون بور. او ديامتر بسميه بي او دي. السلندر ده متوصل بحاجه اسمها ايه؟ كونكتنج رود. كونكتنج رود بيلف مع كرانك شافت. زاويه دوران الكرانك شافت تيتا. كرانك انجل. سرعة دوران الكرانك شافت ان. وحدتها ايه ان ديت؟ ار بي ام. يعني ايه الار بي ام؟ ريفوليوشن بير مينت. ده اللي حضرتك عديت الابيل بتاع العربية اللي قدامك 2000 ار بي ام، 3000 ار بي ام، 4000 ار بي ام. ده سرعة دوران الانجن. برضه معلومة ممكن توضح بعد كده، سرعة دوران الانجن تختلف عن سرعة سير العربية. سرعة ماشي العربية حاجة، وسرعة دوران الانجن حاجة. دي بتعتمد على الجير بوكس والريدكشن جاي الاول ولا ثاني ولا ثالث. لكن سرعه المحرك دي حاجه ايه؟ سهله. لان انا ممكن ماشي على الاول وجايب 5000 ار بي ام. فهنا اكون ماشي على الخامس وجايب 2000 ار بي ام.
اوكي سامي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه ديسبيسمنت فول؟ كترجمة حجم ازاحة. طب يعني ايه؟ لو انت مش عارف تسكت هو ايه اللي بيتزاح ده؟ والله ياخد انتيك المفروض البيستون بينزل لتحت بيسحب هواء وشحن بيضغطهم اكسبانشن وبعد كده يتزاحهم يطلعهم من الانجن وياخد شحنات جديده صح؟ طب هو فين الحيز اللي بيتملي بالشحنه؟ حجم الاسطوانه اللي جوه قد ايه؟ الشرطه بتدخل تملى المنطقه دي كلها. صح؟ وبعد كده البيستون يزقها. طب يزق لحد هنا خالص ولا لحد هنا؟ فبتفضل الجزء دوت موجود. وبعد كده دخلت شحنه جديده، الشحنه الجديده دخلت قد ايه؟ عايز ده. الاول هنا كده. ضغطتها اكسبانشن، اكزوست، طردتها، دخلت حيز تاني. نفس الحيز. يبقى الحجم اللي كل مره بيتم ازاحته عشان يخش الانجن وعشان يطلع من الانجن. هيساوي ايه؟ حجم الانجن ده مش هقول طيب حضرتك هتقول ايوه حجم السلندر الثاني اللي هو كام؟ باي على 4 قطر بي سكوير ال الله ينور ده حجم البي دي الديسبيسمنت فوليوم الحجم اللي كل مره بتخش له شحنه بيتملي بالشحنه ويرجع يتفضل تمام؟ طيب هو هتدي كام سطوانة؟ حسب في زد مين زد دي؟ نمبر اوف سلندر عدد السطوانة وحدة البي دي هتبقى بايه؟ متر مربع فرق الحجوم او لتر او كيوبيك سنتيمتر كيوبيك سنتيمتر اختصارها ايه؟ سي وفصلها شويه كده سي مش سي سي كيوبيك سنتيمتر حضرتك بتسمع العربيه يقول لك العربيه دي 1200 سي سي العربيه دي 2000 سي سي العربيه دي 3000 سي سي 4000 سي سي عرفت دلوقتي الفرق بينهم ايه؟ الفرق بينهم ايه؟ ان الحجم الافيلابل جوه الانجن عشان ياخد شحنه جديده هواء وفيول مع بعض اكبر او اصغر يبقى الحجم كل ما هيزيد ميزه ولا عيب؟ وعيب ميزه ليه؟ دخلت هواء اكتر وفيول اكتر يبقى تحرق وتطلع باور اعلى لكن عيب عشان فيول اكتر يبقى فيول كونسبشن عيب عشان كده اللي عنده عربيه 4500 سي سي يقول لك ايه؟ ده انت محتاج بنزينه وراها لان فيول كونسبشن كتير فانت كل سايكل بتدخل 4600 كيلو سنتيمتر هواء وفيول بص يا شباب فهمت فكره الاستخدام بتاع البي دي؟ هتلاقي عربيات ساعات معانا عامله ازاي؟ مكتوب عليها بي 1.6 ال يعني ايه؟ 1.6 لتر اللي هي كام كيلو سنتيمتر؟ 1600 سي طب انا كده جبت الديسبيسمنت فوليوم ايه هو الديسبيسمنت فوليوم؟ هو الحجم اللي دخل اسطوانه كلام بلاش كلام جليل اللي هو 14 اسبوع اللي فات وديك بينا اربعه حاجه بسيطه قوي حضرتك في السكشن بتاعي انت مش مجبر اطلاقا تحضر الفلان بعينه مش مجبر تحضر سكشنك مش مجبر تحضر اصلا مفيش غياب في السكشن عندك فحضرتك حاضر السكشن كتر خيرك يبقى انت عايز تحضر سكشن انترنت حضرت المعيد فلان يبقى انت عايز تحضر السكشن بتاع المعيد فلان او الميعاد المناسب لحضرتك مش مطلوب منك غير انك تراعي زمايلك اللي قاعدين حواليك وتراعي المعيد وقته حضرتك ان شاء الله هتروح حاجه وزياده وهتلاقي دايما اي معلومه مطلوب ان انا اقولها لك بقولها لك واللي اكتر منها بحاول اقول المعلومه بتوصل لك وفي ابلكيشن ببعتها لك اونلاين بعد كده عشان الموضوع يثبت معاك اكتر لكن في المقابل انت ليه حاضر لو انت عايز تتكلم مع زميلك خد مين وطلع واثناء السكشن هقول لك في البريك الاولاني وفي البريك واثنين اللي عايز تتفضل دلوقتي اتفضل لكن ما تقعدش السكشن وانت متضرر وراك حاجه مهمه وراك موبايل تبص فيه وراك زميلك تتكلم معاه اكيد بره اولى منك ماشي يا شباب علامه الديسبيسمنت فوليوم يعني حجم الاسطوانه في عدد الاسطوانه ده بيمثل لك ايه؟ حجم الشحنه اللي هتخش الانجن كل قد ايه؟ كل سايكل اجمالي الهواء الشحنه تخش خلال السايكل طب لو عايز البي دوت دي يعني ايه بي دوت؟ ريت هو يعني ايه ريت؟ اي حاجه بير تايم
بين الوقت اللي طايم اللي هو السكن. يعني انا عايز الحد ما يخش بس خلال قد ايه؟ انا عايز بزنس فوليوم بين سكن. طب انا ممكن استغل اللي فوق. هي اللي فوق بتمثل ايه؟ ديسبيسمنت فوليوم خلال ايه؟ سايكل. طب هو في الثانية بيحصل كذا سايكل ولا السايكل بتتم على كذا سايكل؟ هسألك سؤال تاني. ماشي ماشي الأسبوع اللي فات العربية المعدل بتاع الطبيعي بتاع الأر بي إم كام؟ 3000 أر بي إم. لو العربية شغالة 3000 أر بي إم يبقى هي بتعمل كام سايكل في الدقيقة؟ فور ستروك. كل لفتين كلام بتعمل سايكل. فبتعمل 1500 سايكل في الدقيقة. اقسم على 60 هتلاقي نفسك في الثانية الواحدة بتعمل كام؟ 25 30 سايكل. في الثانية الواحدة بعمل 25 أو 30 سايكل. يبقى أنت لو عايز تعرف عدد السايكلز في الثانية هجيب الحجم بتاع الإنجن ده حجم الشحنة اللي دخلت خلال سايكل وأضرب في إيه؟ نمبر أوف سايكلز بير سكند. عدد السايكلز بير سكند هم مثلا 50 سايكل وفي السايكل الواحدة بيخش لك نص لتر يبقى الإجمالي قد إيه؟ نص في 50. وصل الفكرة؟ في مشكلة؟ طب نمبر أوف سايكلز بير سكند هجيبه منين؟ في الترمات اللي شرحتها هنا في أي ترم ظهر فيه طيب؟ إن الـ ار بي ام ريفوليوشن بير مينت فأنا استغل الـ إن. هو الـ إن عبارة عن إيه؟ نمبر أوف ريفوليوشن عدد دورات بير مينت. طب لو خليتها هنا على 60 بير سكند مش ده اللي انت عايزه؟ هو ولا بالعكس؟ طب منهم؟ كده مينت نمبر اوف سايكلز بير سكند. انا جبت نمبر اوف ريفوليوشن بير سكند. هو لا لو فور ستروك ده ضعف ولو تو ستروك زي في الفور ستروك كل لفتين في ريفوليوشن تعمل 1 سايكل لكن في تو ستروك لفه بسايكل. فانا بقسم على ترم اسمه ار الاي ده بكام؟ حالة ان هو تو ستروك الاي بواحد. حالة ان هو فور ستروك الاي بواحد. وصل؟ يبقى ده عباره عن ايه الترم ده؟ عدد ريفوليوشن في الدقيقة قسمته على 60 بقى عدد الريفوليوشن في الثانية قسمته على اي اللي هي ممكن تبقى واحد ممكن تبقى اثنين بقى عدد السايكلز بير سكند. ودوت كان الحجم في السايكل. الحجم في السايكل فعدد السايكلز في الثانية يبقى انت جبت ايه؟ الحجم خلال 1 سكند. وصل؟ يبقى باختصار البي دي بيساوي باي على 4 بي سكوير ال في زد. لو عايز البي دوت دي باي على 4 بي سكوير ال زد مضروب في كام؟ ان على اي ده بقى خمسين. صح الموضوع ده ايه؟ يبقى احنا اليوم مش كنا تعبانين حل من بعض. كده خلصت اول برامتر عرفت حجم الانجن اللي هدرسه. البرامتر دي بالترتيب اول حاجه هدرس ايه؟ حجم الانجن اللي هدرسه وبعدين هدرس اللي هيدخل الانجن. هو مين هيدخل الانجن؟ اير فيلتر. هبدا بالاير. عايز احسب حاجه اسمها الاير ماس فلوريت. هو اي كتله بتساوي ايه؟ اي كتله؟ رو في الفوليوم. طب لو عايز كتله هواء رو بتاعت الهواء في الفوليوم. طب لو عايز كتلة الهواء اللي هتدخل الانجن هو الهواء هيدخل فين؟ ديسبيسمنت فوليوم. يبقى لو عايز كتلة الهواء اللي هتدخل ديسبيسمنت فوليوم تضرب مين في مين؟ رو بتاعت الايه؟ في البي دي اللي انت لسه حاسبها من شويه صح؟ يبقى الرقم ده هيعبر لك عن ايه؟ كتلة الهواء اللي هيملى الانجن. طب مثلا انت عندك الانجن 1600 سي سي ضربتها في كثافه الهواء طلع المفروض كتله الهواء اللي تدخل الانجن
فور اكزامبل مثلا خلال السايكل، ولا كده خلال سايكل، خلال السايكل المفروض نص كيلو، طبعا ده رقم كبير جدا. مثلا تفتكر تحقق ايه في نفس الكميه؟ لا. ليه؟ لان في شويه ريستريكشنز وانت داخل، هو نفس الكميه ما لحقتش تخش الانجن. عندك فور اكزامبل كره البال، عارفين البوابه؟ طب ما ده عامل ريستريكشن على الهواء، فبيأخره شويه، فبيقلل كميه الهواء. فاللي حضرتك تحسبه دوت ايه؟ اكشوال. ثيوريتيكال يعني نظري. كميه الهواء نظريا اللي المفروض تبدا الانجن برو في البي دي. اكشوال بتبقى اقل شويه. طب لو انا عايز الام دوت هتساوي رو في ايه؟ يبقى الثيوريتيكال نسبة الثيوريتيكال بتساوي رو ايه؟ في باي على 4 بي سكوير ال مضروبة في الزد مضروبة ان على اي. طب يا باشمهندس انت قلت لي في حاجة اكشوال في ثيوريتيكال بعبر عنها بايتا فاليومتر. ايتا فاليومتر بتمثل ايه؟ ام دوت ايه اكشوال على ام دوت ايه ثيوريتيكال. الماس ثيوريتيكال فعلا دخل الانجن على الماس ثيوريتيكال المفروض يبدا الانجن. بس نتيجة ان في شوية عوائق في شوية لوسز ما دخلش. ان شاء الله الترم اللي جاي على تفكيركم خير، لو ان شاء الله الترم الاول هنعرف بالظبط اللوز دي بتروح فين واحسب ازاي ايتا فاليومتر بالظبط. طب هي ليه اسمها ايتا فاليومتريك؟ هو ايتا اي ايتا؟ بتساوي اللي انا ايه؟ استفدته على دخل اللي كان المفروض اخده على اللي انا اخدته على المفروض يقضي البنفيت اليوسفول على التوتال. ليه فاليومتريك؟ لان هي علاقه حجميه. الحجم اللي كان المفروض يتبني بالهواء مش كل المكن، فانا اخدت اللي فعلا دخل الانجن على ثيوريتيكال التوتال اللي كان المفروض يدخل. كده عرفت حجم الانجن بقيسه ازاي، وعرفت كميه الهواء اللي هتدخل الانجن بقيسها ازاي، فاضل لك مين بيخش الانجن برضه؟ فيول. في ترم مهم اسمه فيول تو اير ريشيو او الاير تو فيول ريشيو. الاثنين عكس بعض. الاير تو فيول ريشيو هتساوي ايه؟ صح؟ بصوا هو الطبيعي في السكاشن ان شاء الله المفروض فيه سبينيرز وفيه بومبوين وفيه حاجات حلوه، بس انا نسيت اجيب المعلومه. طب بتتكلموا عشان تاخدوا كافيه. الاير تو فيول ريشيو هتساوي ايه؟ سمعت بس ان في حاجات حلوه. لا والله مش بصار. مين جه؟ بس خليها على حاجه تستاهل. الاير دوت فيول ام دوت اير على ام دوت فيول. بيمثل ايه؟ نسبة الهواء على ام دوت فيول. طب معلومة حضرتك انت عندك نظري، عندك شايفه في الترم ده والشايفه في الترم اللي جاي. بكام؟ بتاعت العربية. الاير دوت فيول ريشيو في العربية في حركة عربية نسبة الهواء على نسبة الفيول تقريبا كام؟ 21 صح. هي حركات البنزين الاير فيول 15. يعني كل 15 كيلو هواء بيخش دماغهم كام؟ 1 كيلو. طبعا الكيلو ده رقم كبير جدا بالنسبة للعربية. الريشيو بينهم. خلاص عرفت الهواء وعرفت الفيول. ركز معايا في الحته دي لان هي مستمره معايا. خد بالك هو بسمه عامه اللي بنعمله النهارده ده اساس الترم الثانيه ميكانيكا والثالثه ميكانيكا. هتلاقي نفسك لحد ثالثه ترم تخلص الترم بتاع ثالثه وانت بتسمع الكلام ده وما ينفعش تسال فيه. خلاص بقى هو انت خدت الكلام ده من زمان قوي. تاني موضوع هاخده وهو الانجن باور، الطاقة اللي بتولد الانجن.
عايز ارسم البي في دايجرام للي بيحصل جوه الانجن. ارسم مين؟ البي في دايجرام للي بيحصل جوه الانجن. هو ايه فكره البي في دايجرام بتاع اي عقل مثلا؟ بيست اون البي في ار 1 فالاريا تحت اي عمليه تساوي الورك. فلو حضرتك عندك الانجن بيطلع ورك نتيجه عمليه حراريه حرق الوقود، الورك ده قد ايه؟ اجيبه من بي في. تمام؟ ركز في الشكل اللي برسمه عشان زي ما قلت لك يمكن حد امتحان فاينل ثالثة الترم اللي فات ده على طول كان مطلوب منه يرسم بي في دايجرام. انا عندي البيست اون ودي كانت السلايد اللي انا عاملها على جنب في السايد بتاعها. هبدا بعمليه الكومبريشن. هبدا بعمليه الكومبريشن. وادي نقطه البدايه بتاعتي. اثناء الكومبريشن يا جماعه ايه اللي بيحصل في الضغط وايه اللي بيحصل في الحجم؟ الضغط بيزيد الحجم بيقل. فانت تمشي كده ازاي؟ حجم يقل والضغط يزيد فانت تمشي لحد ما هيجي قبل التوبت سنتر بيحصل ايه؟ قبل التوبت سنتر السبارك ده بتشتغل. ستارت اوف اجنيشن. نتيجه الحريق اللي هيحصل في الضغط هيزيد بمعدل اكبر. وبعد كده ده ان هو بيكمل زياده الضغط برغم ان الاكسبانشن بدا. طب وبعد كده الاكسبانشن بيحصل ايه؟ البيستون بينزل لتحت، الحجم بيزيد والضغط، الحجم بيزيد والضغط يقل. ده كده شوط ايه؟ اكسبانشن. ده شوط كومبريشن. لحد ما توصل للبلوتوبين سنتر ويا ليها عمليه الاكزوست بيبدا اترد الشحن. طب في الاكزوست بيحصل ايه؟ تضغط الحجم، البيستون بيتحرك لفوق يبقى الحجم بيقل والضغط برضه بيقل لان الضغط جوه السلندر اعلى من الضغط ورا، بتضرب في ضغط جوي. حد يعرف يقول لي ليه لازم يكون الضغط جوه اعلى من الضغط ورا؟ عشان يخرج اصلا، انت لو الضغط جوه قليل مش هيطلع بره على فكره. ده كده شوط الاكزوست وبعد كده شوط دي كده بالنسبه لك ايه؟ البي في دايجرام للاكشوال جازولين سايكل. كومبريشن، اكسبانشن، اكزوست. معلومه حضرتك، هو انت عشان ترسم السايكل دي في الحقيقه ترسمها ازاي؟ لو عندك انجن بتاع عربيه تعرف ترسم السايكل دي؟ لو انا بتاع لو عندي انجن بس حديث البيت بعرف ترسم. انت عشان ترسم محتاج ايه؟ ان انت تحسب البريشر والفوليوم عند كل نقطه. وعند كل نقطه يعني كل قد ايه؟ كل ثانيه؟ مش عارف ايه؟ 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 مش عارف في السايكل كل سايكل فيها 360 درجه في لفتين يعني 720. انت عايز عند كل زاويه عند كل كرانك عادي فلازم يكون السيت بتاعه اللي ايه الفريكس بتاعه الفريكونسي بتاعه عالي قوي. فده كلام موجود حديثا لكن زمان ما كانش سهل بس دي كانت اكشوال سايكل. اوكي المعلومه الثانيه اللي اعرفها هو عمليه الاكزوست فين؟ من هنا لهنا. يبقى الاكزوست فالف يفتح امتى ويقفل امتى؟ المفروض يفتح في بيت الاكزوست ستروك وفي النهايه انا مش ده اللي بيحصل. اللي بيحصل ان اكزوست فال اوبنز بيفتح بدري شويه ويقفل والانتيك بيفتح ليه؟ عرفت المخرج ليه؟ عشان تلحق الشحن تدخل. انت بتتكلم هو مشوار الاكزوست ده بياخد دلوقتي قد ايه؟ مشوار ستروك نص اللفه. فلو بتلف 3000 ار بي ام فانت بتعمل 6000 مشوار في الدقيقه. 6000 مشوار في الدقيقه يعني في الثانيه 100 مشوار. يعني هو بياخد له واحد على ال 100 من السجن. فعشان تلحق الشحنه بتاعتك تدخل جوه الانجن انا بديها بس ايه؟ يعني زياده في الاول شويه وزياده في الاخر شويه. تمام يا شباب؟ حضرتك كده لو جيت قلت لك هو الورك على البي في دايجرام بيتحسب ازاي؟ قلت لي البريه تحت المنحنى.
هو انت موجب انت اسئله بلوكوايز او اندر كونت بلوكوايز. طب لو عباره عن خط بس عمليه واحده كده او لو كده بس حسب الحجم العمليه اللي تخلي الحجم يزيد بوزيتيف بول، العمليه اللي تخلي الحجم يقل نيجاتيف بول. فلو جيت حضرتك قلت كومبريشن فين الورك بتاعه؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ الاكسبانشن فين الورك بتاعه؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. محصلتهم مع بعض فين؟ المساحه بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ عشان كده تقول ايه؟ لو كلوك وايز هو بوزيتيف. الكلام ده منطقي؟ طبعا منطقي. هو انت خدت السكشن اللي فات الكروس تروك الاكسبانشن، مين اللي جاب الاكسبانشن؟ انت ولا الحريق اللي جوه الناتج عنده اكسبانشن؟ البيستون هو اللي بيتحرك لوحده، لكن في الكومبريشن انا بدي باور للبيستون عشان يعمل كومبريشن. ده طبيعي. وطبيعي ان الاكسبانشن يكون اكبر من الكومبريشن ولا لا؟ ينفع اعمل انجن العكس؟ يبقى انت بتصرف عليه مش هو اللي بتدور باور؟ وصل شباب؟ الباور او الورك بقى اللي انا بينتج عندي السايكل اللي بتعمل دوت هو ده هو الطاقه المولده اللي بسميها الانديكيتد باور. طب يا باشمهندس بالنسبه للجزء بتاع الاكزوست والانتيك الانتيك الورك بتاعه بيزيد. بص الاكزوست نيجاتيف محصلتهم نيجاتيف بسميه بامبنج وورك بس لسه ما خدتوش دلوقتي ان شاء الله اخر ترم او الترم اللي جاي ما خدتوش تفصيل. يهمني تعرف ان الورك او الباور اللي بطلعها من البي في ده جراف اسمها ايه؟ انديكيتد باور. يعني ايه انديكيتد باور؟ الطاقه المتولده نتيجه حرق الوقود. يبقى اول طاقه شفتها في الانجن نتيجه ان وقود اتحرق اسمها انديكيتد باور. تفتكر هي الطاقه اللي بتوصل للعجل؟ لا طبعا. ليه؟ في لوسز في السكه. طب الطاقه اللي بتوصل للعجل اسمها ايه؟ بريك باور. افتكرها كده دي الطاقه اللي انا بتغلب عليها بالفرامل مش اسمها بريك باور. البريك باور ده اليوسفل اوتبوت. دي الطاقه اللي خارجه من الانجن او دراي شافت وهتدور لك اي حاجه توصلها على الجنريتور توصلها على العجل وات ايفر. الانديكيتد دي بتوديك جوه الانجن. طب الفرق اللي بينهم راح فين؟ فريكشن باور. طب معلومه لحضرتك راحوا فين هنا يا باشمهندس؟ ليه مش كل الطاقه وصلت للعجل؟ اولا في بقى الاشواط اللي بتعملها. يعني ايه؟ هو بيعمل اكزوست بيعمل انتيك فبتنتج فبياخد الانجن نفسه اللي هي البامبنج لوسز. في ايه تاني؟ ايه صور الطاقه اللي ممكن تتسحب منك كلوسز وما توصلش للبريك؟ انت عارف العربيه بتشغل تكييف؟ اه شغل النور بتاع العربيه؟ ايوه جابوا منين كهرباء؟ الدينامو. والدينامو جاب باور منين؟ الكراك الانديكيتر ما طلعتش للعجل. الاكسسوارز بنسميها ايه؟ الاكسسوارز اللي هي ايه؟ كماليات العربيه كلها. الدينامو الباور ستيرنج بتاع الدركسيون التكييف موتور محرك التكييف نفسه بروح تلاجتين اي حاجه بتتحرك في العربيه تاخد منين؟ من الكراك وفي نفس الوقت ما توصلش للعجل. طبعا هنا ايه؟ ما استفدتش بيها. الفريكشن مش في بارت بتفتح وتقفل وفي جيرز شغاله في بعض وفي بيرنج كل ده بيضيعك ايه؟ فريكشن. فدي كلها الفريكشن بقى. الانديكيتد باور بتساوي البريك باور بلس فريكشن باور. يهمك البريك باور تكون كبيره ولا قليله؟ كبيره لان ده اللي بستفيد منه. عشان كده بعبر عنها بحاجه اسمها ميتا ميكانيكا. ايتا ميكانيكا هتساوي ايه؟ الطاقه اللي انا استفدت منها بريك باور على اجمالي الطاقه اللي دولي. ممكن تقول ان هي بتساوي انديكيتد ناقص فريكشن على الانديكيتد يعني واحد ناقص فريكشن على الانديكيتد. وصل 50؟ في حد عنده مشكله فيها؟ عرفت الايتا الكاليكال وكان في قبلها حاجه اسمها ايتا فاليومتريك. يفضل لك حاجه كمان اسمها ايه؟ ثيرمال افشنسي. واظن كلكم خدتوا الكلام ده. ايه هي الثيرمال افشنسي؟
ده التوتال تشانس دي الكفايه بتاعت الانجن، كفايه تحول الوقود الى ميكانيكال باور. فبتساوي الباور اللي انا باخدها وبستفيد بيها على فيول انجن. الفيول انجن هي بتساوي كام؟ وصل 50. طب الباور يا باشمهندس بريك ولا الانديكيتد؟ بص اللي هو الاثنين شغالوا معايا، الاثنين شغالين معايا، لان انا انت بتقارن بناء على ايه؟ انا بقارن الانجن ده والانجن ده، خدت البريك بتاع ده على ده على الانرجي فيول انرجي، خدت البريك بتاع ده على الفيول انرجي، القارن زي بعض ما بيحصلش مقارنه. بس هي الفكره هو مين فيهم اسهل يتقاس؟ الانتجريتد عرفت تقاسها ازاي صح؟ لازم ارسم الاكشوال سايكل واقيس عن طريق الانتجريشن، اعمل برنامج بيعمل انتجريشن وتكامل تحت الكيرف عشان اعرف الانتجريتد بكام. لكن البريك باور بقيسها ازاي؟ في طريقه سهله للبريك باور بقيسها عن طريق حاجه اسمها داينامومي. بص معايا كده، ركز معايا صح. الدينامومتر دوت ديفايس بيقيس البريك باور عن طريق ان هو يقيس التورك، والباور بتساوي ايه؟ التورك الكوميدي، التورك بتساوي 2 باي ان على 60. طب بقيسها ازاي؟ هو في انواع كتير ان شاء الله لو كنت عايشين كده لحد رابع ترم تاني هتعملوا عنه ريبورت الدينامومتر. بس لو نزلت المعمل هتلاقي ايجنتس كتيره في المعمل، مش بتوع اللي هي الستاند اللي هي شغاله، هتلاقي الانجن موجود في مكان وتوصل بيه شفط على الدينامو. هقول لك تمرينته بسيطه باختصار قوي وانت تفهم الباقي. انا دلوقتي عايز اقيس التورك بتاع الانجن، بعمل ايه؟ هو الانجن بيلف، الروتر بيلف، هوصل عليه درام تاني ستيتر، يعني ستيتر ايه؟ ثابت. انا عايز اثبته. فتخيل معايا دلوقتي انا بكون عايز الف، في المقابل انا هثبته عن طريق درام توصل بلينك وعلى سبرينج على لود سيل. كتفه وقفه خالص. في الحاله دي التورك هيساوي ايه؟ الفورس او الويت او الوزن اللي هنا الفورس وصل بيها في مين؟ في الدراع بتاعك صح؟ فدي ابسط فكره، انت ايه؟ بتاثر عليه الابلاي بتورك موارد بنفس المنطقة وبتقيس ان هو عباره عن فورس في الدراع. فالبريك باور لو انت عندك انجن مقفول سهل قوي اسمه بريك باور، اوصله على الدينامومتر اسمه بريك باور. فعشان كده هتلاقي معظم الاحيان لما اجي احسب ايدك برسم بريك باور على فيول انرجي، الا لو هو قال لك احسبها على الانديكيتور. تمام؟ وحتى انت في العربيه اصلا تهمك ايه؟ يعني كنت تشتري عربيه تقول ان العربيه دي 200 حصان. يهمك ال 200 حصان دول يعبروا عن الانديكيتور اللي جوه الانجن ولا على البريك اللي هتمشي بيهم؟ بريك. وساعات في عربيات شركات تضحك عليك ويقول لك ايه؟ بيحط الانديكيتور وبين قوسين كده غير الرقم كانديكيتور وبين قوسين انديكيتد باور او جروس باور. ده عشان انت ما تاخدش بالك. ومن هنا هقول لحضرتك ان انا عندي اول طبقه الانجن وهي الثيرمال انرجي بتتحول الى ميكانيكال انرجي عن طريق كفاءه اسمها ايه؟ نسيت اسمها ايه؟ العمليه تحول الثيرمال لميكانيكال، عمليه حراريه ولا ميكانيكيه؟ بقيه الفيرم. جوه الميكانيكال في انديكيتد وفي بريك. بتنقل من انديكيتد لبريك عن طريق عمليه حراريه ولا ميكانيكيه؟ يبقى دي ده. وصل 50 كده عرفت الانجن حجمه عامل ازاي؟ كميه الهواء اللي داخله له، كميه الفيول اللي داخله مع الهواء، الباور اللي طالع من الانجن، كفاءه الانجن. اخر رسمه دي اول طاقه في الانجن عندك، انت مدخلها الانجن كيميكال انرجي متخزنه جوه الفيلم، عملت عمليه حريق عمليه حراريه عشان يتحول الى ميكانيكال انرجي. هل بتتم بكفاءه 100%؟ طب بالمناسبه تعرف الافرج بتاع الثيرمال افشنسي كام؟
شمس 40 30 من 30 ل 40 اقل من 30 بشويه اوعى حد بقى 70 و80 و90 و90 وثانويه عامه ده ما تنفعش معانا هتشيل في الشفوي اكيد ليه؟ هتعرف ان في جزء كبير من الطاقه بيروح في الكولينج في التبريد وفي جزء منه بيروح في الاكزوست في الشيك في العادم فمش موضوعنا دلوقتي ان شاء الله في تجربه كامله هنقيس كل جزء من دول بيضيع قد ايه ونعرف نشوف بريك باور بس انت رقمي كده هي 30% والانديكيتد باور بيتحول لبريك باور عن طريق تفصيل تروس وجيت عن طريق عمليه خارجيه الكفاءه بتاعته ايه ده؟ تمام؟ بريك باور مقارنه بالفيور انرجي شباب خمس دقايق كده ريحوا المعلومتين اللي انتوا خدتوهم في المغرب بس رجاء بلاش دوشه انتوا شغالين من الصبح وانا كمان شغال من الصبح اليوم بيكون لا اتفضل دلوقتي اتفضل باشمهندس محمد وباشمهندس احمد كلاهما ايه يا جماعه بصوا كلاهما عندهم انجنز محركات وقاعدين بيتفاخروا قدام بعض مين فيهم المحرك بتاعه احسن مش احنا خدنا دلوقتي انجن برفورمانس وعرفت ازاي اقيم اداء المحرك تعال نجرب نشوف مع بعض اقيم اداءهم صح ولا غلط باشمهندس محمد جه قال لك انا الانجن بتاعي بيطلع 250 كيلو وات كباور لكن احمد قال لك المحرك بتاعي بيطلع 200 كيلو وات بس مين فيهم احسن؟ حسب كذا حاجه ظاهريا ما ينفعش 250 اعلى بس كده ندور لان محمد عنده انجن بتاع مركب محرك بتاع مركب كبير 8 سلندر 16 سلندر بيدخلها هواء كتير وفيه ويل كتير فبيطلع 250 لكن احمد عنده انجن بتاع تريلا بس اصغر فبيدخل هواء وفيه ويل اقل وبيطلع منهم كام؟ 200 حاجه ثانيه انا جيت عملت شويه تجارب على الانجن اللي عندي وقلت ان هو بيطلع باور كذا لما كان السرعه كذا بيطلع باور كذا لما كان السرعه كذا طب وجه واحد عمل تجارب على انجن ثاني كبير هل على نفس النتائج؟ هتلاقي رينج الباور بتاعك شغال مثلا ايه؟ 1 كيلو 2 كيلو 3 كيلو وات هو شغال على 20 30 40 قال لك من هنا طب ما فيش بارامتر واحد ما فيش ترم واحد اقدر احكم منه هو الانجن ده بيطلع باور قد ايه بالنسبه لحجمه؟ الانجن ده بيطلع ورك قد ايه بالنسبه لوحده الحجوم؟ هيبقى رقم ثابت ما هو الراجل دوت لو حجم الانجن بتاعه كبير وبيطلع 250 يعني مثلا كل كانك المتر مكعب عنده بيطلع 20 كيلو وات بيقل المتر المكعب عند الراجل ده بيطلع اكتر ولا اقل؟ فهمت ايه؟ يبقى انا عايز اوصل لترم يربط لك ما بين حاجتين ما بين الباور او الورك اللي بيطلع من الانجن وحجم الانجن. الترم ده اسمه ايه؟ مين افكتيف بريشر. مين افكتيف بريشر. ام اي بي. بيعبر عن ايه؟ كميه الورك اللي بتطلع مقابل وحده الحجوم من الانجن. يبقى القانون بتاعي ايه؟ كميه الورك اللي هتخرج من الانجن مقابل وحدة الحجوم وكل وحدة حجوم في الانجن. هتيجي باور او الوول على البي. كل وحدة حجوم في الانجن بتطلع لك قد ايه؟ وول. طب لو باور اقسمها على ايه؟ طب يا باشمهندس انت ليه قلت ورك على البي دي؟ ليه مش باور على البي دي؟ هو ورك على البي دي يديك واحدة ايه؟ ورك على حجم يديك واحدة ايه؟ ما هو اسمه ايه؟ وصل؟ لو سألت حضرتك هو الانديكيتد مين افكتيف بريشر هيساوي انديكيتد باور على البي دي. بري مين افكتيف بريشر؟ فريكشن مين افكتيف بريشر
مين افكت البريشر ان هو بين الاثنين بيتحدد. لما اقول لك الانجن بتاعي بيطلع باور انا حطيت وقود وحسنت بالاداء الوقود وطلعت باور كبيره الباور بكام؟ هديها لك بيونت المين افكت البريشر عشان ما يجيش تقول لي ايه؟ لا ده انت طلعت باور كبير عشان حجم الانجن كبير. فاهم ايه؟ يعني انا اقول لك ايه؟ ده البريك مين افكت البريشر بتاعي 5 باور. لكن لما اقول لك الباور بتاعتي 500 كيلو وات. طب 500 كيلو وات وانت اصلا حجم الانجن كبير؟ مش كتير 500 كيلو وات. لكن لو انا 5 بار اه ده 5 ده انا عندي المين افكت بريشر في الانجن بتاعي برغم ان هو صغير بس بتطلع 4.5. واصل الفكره؟ يبقى دوت تم بيقارن ما بين مين ومين؟ الباور والحجم بين تاثيره خالص. باشمهندس طب انا فهمت ان هو اسمه بريشر ليه؟ عشان جاي من غلق على الحجم. طب ليه اسمه مين افكت؟ بص كده هو دلوقتي لما ضربت البي دي في المين افكت هتديك ايه؟ الوات صح؟ طب هو بالنسبه لحضرتك مش دوت البي بي دايجرام؟ ده هنا كده توب ديد سنتر ودوت البوتوم ديد سنتر. الحجم اللي بينهم ده عباره عن ايه؟ ده ال ال في ستروك اللي هي البي دي الحجم لو اربع حجوم من التوب سنتر للبوتوم سنتر في دي. طب هو الورك بيساوي ايه؟ مساحه تحت المنحنى. فانا خدت كل المساحات دي كلها وجمعتها مع بعض عملت انتجريشن. طب لو تخيلت ان العمليه دي كلها اقدر اوسطها بحيث تكون عمليه من نقطتين من واحد لاثنين ساعتها المساحه تحت الخط ده تمثلك ايه؟ وورك. ده الوات وديت البي دي. طب قيمه الضغط بقى الواحد بتاع السايكل هو مين؟ مين افكتد. عرفت ليه اسمه مين افكتد؟ لان لو تخيلت ان الانجن كل الضغط اللي بيتغير كل لحظه ان هو قيمه واحده هتكون هي المين افكتد. واصل الفكره؟ فمش بس ان هو بيفلتر ما بين حجم الانجن والباور اللي طالع منه وبيقدر تاثير الحجم ده كمان بيعبر لك عن ايه؟ هو المتوسط بتاع ضغط الانجن بتاع السايكل بكام؟ كل متوسطة الضغط كلها بكام؟ تمام يا باشمهندسين؟ عرفت فايدة البارامتر الأول؟ تعال نشوف بارامتر تاني برضه مهم اسمه سبيسيفيك فيول كونسامشن اس اف سي. ليه بقى؟ ده كده التوب سنتر والبوتوم سنتر الحجم ده كده بيجي مش كده؟ انا بجيب الورك ازاي؟ المساحه تحت الكيرف كله وموجب وسالب. طب هو انت عندك كام قيمه للضغط؟ المينيمم 360 ان كل زاويه ليها قيمه للضغط ويمكن اكتر كده صح؟ طب لو انا خدت كل الضغوط دي هل في قيمه متوسطه للضغط بحيث لو ضربتها في البي دي ديك برضه نفس الورك؟ اه هي المين افكت عشان كده اسمها مين افكت. نرجع تاني لمحمد احمد الراجل بعد ما علمنا عليه وقلنا له 250 غلط ده انت ما تفهمش بقى انجن كبير راح جاب انجن نفس الحجم. قال لك عدينا ايه؟ بس الانجن بتاعه بيطلع 250 وده بيطلع 230 مين احسن؟ 250. لكن لو نفكر في نقطه ثانيه تعالى بلاش 250 وخليها ارقام ابسط شويه باشمهندس بيطلع 300 كيلو وات والباشمهندس بيطلع 200 كيلو وات. جينا سالنا محمد طب انت بتستهلك قد ايه وقود عشان تطلع 300 كيلو وات دول؟ قال انا بستهلك حوالي 600 جرام كيلو وات. يعني كل كيلو وات بتطلعه بتطلع 300 مقابل كام؟ 600 جرام كيلو وات. يعني كل كيلو وات احتجت عشان تقدمه قد ايه فيول؟ في حين ان محمد كان بيطلع 200 بس كان بيستهلك قد ايه؟ 300 جرام كيلو وات. ده معناه ايه؟ ان كل كيلو وات محمد كان بيطلعه كان بيستهلك قد ايه؟ 1.5. وصل؟ يبقى انت لازم تحط لي ترم يعبر لك عن ايه؟ استهلاك الفيول بالنسبه للباور. انت بتستهلك قد ايه وقود عشان تطلع 1 كيلو وات. هنا احمد استهلك قد ايه وقود؟ 1.5. هنا محمد سالك قد ايه وقود؟
اثنين. مين فيهم احسن؟ واحد ونص. القليل. عرفت ان هو واحد ونص؟ حسبت ده عدد؟ يبقى السبيسيفيك هو الكونسامشن. القانون بتاعه تفتكر هيساوي ايه؟ معناه ايه؟ بتستهلك قد ايه وقود عشان تطلع واحد باور. تطلع واحد كيلو وات. القانون بتاعه يبقى ايه؟ انبوت فيويد على باور. لو انت عايز الانديكيت سبيسيفيك فيويد كونسامشن انبوت فيويد على انديكيت باور. بريك سبيسيفيك فيويد كونسامشن انبوت فيويد على البريك. طب بالمناسبه في الانديكيت مين افكت البريشر؟ هل تقدر تجيب لي ايتا ميكانيكال بتساوي كام بدلاله الانديكيت مين افكت البريشر والبريك مين افكت البريشر؟ قسمها على بعض. بريك باور على انديكيت باور. شيل البريك باور وحط مكانها في دي في المين افكت. وشيل الانديكيت في دي في الانديكيت مين افكت. والفي دي احنا مع بعض. فهي بريك مين افكت البريشر على الانديكيت مين افكت البريشر. لكن هنا لو قلتها في ايتا ميكانيكا هي هي برضه؟ انديكيت سبيسيفيك فيويد كونسامشن على البريك. ليه قلبتهم؟ لان الباور هنا تبقى هون. وصل شو نسيت؟ عرفت فايده الترم بتاع سبيسيفيك فيويد كونسامشن؟ طب حد اخد باله من حاجه؟ هو الترم دوت او الفيلم بتاعه جديد بالنسبه لك؟ مش بيفكرك ببرامج التاني لسه واخدينه من شويه؟ اه هو الترم اللي بتنسي كان بيساوي ايه؟ باور على انبوت فيول في الكالوريفر. الفرق بينهم ايه؟ معلوم بس في كالوريفر فاليو في الثانية. يعني الثانية الشمسي فيها كالوريفر فاليو. كده ليها يونت. لكن الثانية هنا انبوت فيول على الباور. مفيش كالوريفر فاليو في الموضوع. فلو عندك فيول ما تعرفش الكالوريفر فاليو بتاعته كام؟ بستخدم السبيسيفيك فيول كونسبشن. والفرق بينهم الجوهري كل ما يكون ايد اعلى كل ما يكون انجن احسن. يعني انا حولت الفيول لباور اكتر. كل ما يكون السبيسيفيك فيول كونسامشن اقل كل ما يكون احسن. لان انا بستهلك وقود عشان اطلع نفس كميه الباور. هي البريك انا هستهلك وقود. بريك؟ انا بستهلك وقود. بستهلك وقود؟ اه انت بتربطهم في بعض انت انت عشان يطلع بريك باور حرق وقود. فانا بربط الرقمين في بعض بس. هو ده مين هتلمين صغيرين بس يا شباب؟ ايه الترم اللي كان فيه زمن؟
الـ N ده عبارة عن إيه؟ ريفوليوشن بين من؟ أو على 60 يبقى دوت عدد اللفات في الثانية. لو أنت عايز تعرف مين؟ أنا عايز أعرف المسافة اللي كلية اللي البيستون بيمشيها خلال ثانية واحدة. طب أنا جبت عدد اللفات في الثانية أضربها في إيه عشان أجيب الـ S بي؟ تاني؟ أنا عايز أعرف البيستون بيمشي قد إيه خلال الثانية. هشوف هو مشي قد إيه خلال السايكل اللفة مش لازم سايكل، تضرب في إن ريفوليوشن. هشوف هو مشي قد إيه خلال اللفة وأضربها في عدد اللفات في الثانية. يبقى أنا جبت ولا لأ؟ هو خلال لفة كرانك بيكون مشي قد إيه؟ كام مشوار؟ 2 ال. يبقى المين في سبيد 2 ال ان على 60. عارف تجيبها إزاي؟ مش حافظ حاجة، أنت فاهم الكلام. طب الكلام ده يطبق على التو ستروك ولا الفور ستروك؟ كلاهما الاثنين، لان في الاثنين مش حاجه خالص، لان في الاثنين اللفه بتمشيه مشوارين. انا مش فارق معاك، انا ما حسبتش عصايه، انا حسبت على ايه؟ على لفه. وصلت؟ اخر حاجه كومبريشن ريشن. يعني ايه كومبريشن ريشيو؟ متر في الضغط، انت كان عندك حجم كبير قد ايه؟ وضغطته بقى حجم صغير قد ايه؟ متر في الضغط ده هي الكومبريشن ريشيو. في البدايه الحجم اللي قدامك كان قد ايه؟ في بي بلس في سي. في نهايه الكومبريشن المصطلح حضرتك كلمة كومبريشن ريشيو ده تبقى كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. لا فرق أبسط حاجة أنت لو عملت سبرينج سوستة وضغطتها شوية وسبتها اكسبانشن بسيط، لو ضغطتها على الآخر اكسبانشن كبير. يبقى أنت لما تضغط الهواء والفيول دول الضغط كبير يبقى هتلاقي الكيرف بتاع الفي بي بي عامل إزاي؟ طلع عالي. يبقى الاكسبانشن اللي هتطلعه كبير. وصلت؟ البنزين بشتغل من 6 ل 12 تقريبا، وفي الديزل بشتغل من 12 ل 24 او 22. وتعرف ليه في البنزين في ليميت عندي ما اقدرش اعديه، وفي الديزل الموضوع مفتوح عشان كده. عرفت البرامترز كلها اللي محتاج اعرفها. هنحل مع بعض مساله بالارقام، وبعد كده هوريك فكره او فكرتين بس التحويلات اللي ما تخشيه عشان تبقى انت غطيت الافكار كلها اللي تشتغل. غلطتنا هتبقى ان حضرتك ما بتقراش المساله كويس واخدت الجيفنز غلط.
ولو خدت جيبنز غلط وردت مسألة غلط طلعت الناتج بتاعها غلط. وكل مرة بنتبع الكلام ده عندك المترم بتقول الدكتور اصلا غالبا بيبقى مسألة واحدة عليها 20 درجة. وبعد حديثكم بالله يا جماعة بالله عليكم المسألة كويس، خد الجيبنز كويس صح، وبرضه بعد كل امتحان مهندس انا خدت جيبنز غلط، طب انا حصل قد ايه؟ لا المسألة كلها غلط. يعني هجيب صفر؟ لا هجيب 2 او 3 20 مش مشكلة يعني. ايه لو مسألة كويس؟ وبرضه هقول لك معلومة حلوة، ما تستهينش بالموضوع. الموضوع مش ان احنا بنتزامن بالدكاترة، ايه ده؟ يعني ايه يعني خدت رقم غلط شوية؟ ولا ايه يعني لما اطلع كتلة ماي ناس 30500؟ ايه المشكلة يعني؟ حضرتك مش في كلية علوم رياضة قسم رياضة بحر، انت في كلية هندسة. وما بتحلش مسائل رياضة، بتحل انجينيرنج بروبلمز، مشاكل هندسية. والجيفنز اللي قدام حضرتك دوت انبوت لمهندس جات له مسألة ديزاين. والاوتبوت المفروض تطلعه ده الناتج اللي بناء عليه هتصمم حاجة أو هتشغل حاجة. فالموضوع مش سهل. حضرتك الأرقام اللي بتستعين بيها دي بكرة بتتخرج وتطلعها في ديزاين. ومشروع يدفع عليه فلوس ويرجع يتكسر أو تبوظ أو تضيع حال بني آدم. أنت مسؤول عنه. الكلام ما تستخدمش بيه. أنت بيجيلك مثلا أونر بيطلب منك ديزاين للبروجكت بتاعه. اعمل ديزاين مثلا نحط شغل الجرافيك ديزاين اللي بنعملها في الحقيقه فعلا في اسكندريه ومنتشر كتير الاتش فيك والفاير فايتنج. عارفين شباك يعني ايه؟ تجيب المركزي والفاير فايتنج ده نظام القصف الحريق. مهندسين ميكانيكا بيطلعوا يشتغلوا بيه ديزاين. فلما يجي يقول لك اعمل ديزاين على اساس ان الاول دي بالحجم الفلاني وفيها اشخاص بالعدد الفلاني وتيجي انت تعمل ديزاين غلط. ما خدتش بالي ان هو قال لي 5 ادوار عملتهم 4 ادوار. ما خدتش بالي ان هو قال لي ان الاوضه دي عباره عن مصر وتكييفه مختلف عن تكييف الاوضه اللي هي مطعم. ما خدتش بالي ان انا الحته دي مطبخ وقلت لي حطيت فيها ميه وما حطيتش فيها ميه. ما خدتش بالي لما تيجي تسلم المشروع مش عايزه يا عم. ده انا قعدت فيه شهر شغال فيه وانا مالي. فغلطات حضرتك في المسائل ده هي غلطات في الحقيقه. ما بقولكش انت المفروض ما تغلطش في الكليه، لا هي الكليه ما عمرهاش تتعلم. بس ما تستهترش بالرقم لان الرقم اللي بيجي في مساله ده ليه معنى وراه، والرقم اللي بتطلعه ده ليه معنى تاني. فاكر الكومبيشن ريشيو؟ لما تيجي تحسب مسألة وتطلع الكومبيشن ريشيو بستة ده معناه ان الانجن بنزين الكومبيشن ريشيو بتاعته صغيرة. فانت فاهم المعنى الرقم. لما تيجي تطلع ام دوت فيول في مسألة ام دوت فيول بواحد ونص كيلو جرام بير سكند ده مهارك اسود. هو انت ان شاء الله لما تروح تفول العربية تحط فيها بنزين قد ايه؟ كام لتر؟ 40 50 لتر. ال 40 نت دول او 50 نت دول كام كيلو؟ 40 كيلو. الدنيا بتاعت الفيول اقل من 100 ولا اعلى؟ اقل حاطين 800 فبتعمل لك حاجه 30 كيلو جرام. فلما حضرتك طلع لي ان الانجن بتاعك بيستهلك في الثانيه كيلو ونص ما شاء الله 30 كيلو خلاص دي 20 ثانيه لسه بسم الله خلصت. الرقم اللي طلعه ايه معنى؟ لما تقول لك الانجن الباور اللي طلع من الانجن بجلاله قدره انجن عربيه وبيطلع 50 واط في الثانية، 50 واط، يا نهاري 50 واط، ازاي يعني؟ يعني ايه 50 واط؟ ده اللمبة في البيت أكتر منه، تسأل الكهرباء أكتر منه؟ خلي الأرقام بتاعتك ليها منطق، ماشية. فالمطلوب حاجة العلم، تقرا مسألة كويس، تحل إن شاء الله خلاص سهلة في الحل، تطلع الريكوايرد بالوحدات اللي هو عايزها. هنجرب مع بعض كده مسألة بالشيت. احمد اطلع مش تشيل 19 والله مش عايز ازعل حد في اول سيكشن ده عيب. مش كل شويه لك الصوت المره الجايه شايف خلاص. لو انا في سيكشن معاكم المره الجايه اللي هتكلم منكم هتطلعوا طبعا من غير حظ كده كويس. انا مش عارفه بحاجه ثانيه مش هقدر اخد اسمك وكارنيهك حضرتك الاطفال دي انا مش في ابتدائي. انت حاضر السيكشن عشان في حاجه معينه خلاص بتكملها على خير. علشان نجرب مع بعض ونشوف هناخد الجيفن صح ولا غلط هنساعد بعض ونجرب مع بعض. يعني عايز حد صوته قوي شويه متطوع شباب معاك كتاب؟ لا لا اطلع تصدق خد الكتاب بتاع اي حد من زمايلي حواليك. في حد معاك كتاب؟ Thank you.
الكبير والوايد شباب جميلنا عيوة المسألة بلاصاتها شوكس كل حاجة بتقراها تحس ان فيها جيبن مهم ليه في المسألة اوقف عندها عشان زمانك طلعها ماشي دي قد طبيعي في الشيء اتفضل A four cylinder four نعم صفحة 18 A four cylinder يعني two stroke size four cylinder ايه الرقم يبقى 4 كم two stroke cycle diesel engine two stroke ايه الكلمة اللي بتتعلق ب two stroke ولا four stroke R طيب واحد Diesel engine with 10.9 centimeter bore. The bore 10.9. ما تنساش الواحد. نصيحة لحضرتك. اكتب جنبها الـ SI unit علشان ما تتلخبطش وانت بتحل. كمل. And 12.6 centimeter stroke. Stroke 12.6. Produces 88 kilowatt of brake power. بينتج 88 كيلووات of brake power. At 2000 revolution per minute. الـ N equal 2000 RPM. Compression ratio RC equal 18 to 1. Compression ratio 18 إلى 1. إيه المطلوب من حضرتك؟ Calculate A engine displacement in, in cubic centimeter and lead. Engine displacement in centimeter cube with lead. B brake mean effective pressure in kilopascal. Brake mean effective pressure in kilopascal. C torque in Newton meter. Newton meter. Clearance volume of one cylinder. البي كليرانس بسألك ايه؟ اوف وان سلندر صغنى سنتيمتر كيلو كيلو اوكي قلت لحضرتك قوانين مش محتاجه تحفظها لانك فهمتها محدش منكم ذاكر محدش منكم روح يحفظ حاجه هنحل مع بعض وانت هتحل معانا طالب اول حاجه الانجن ديسبيسمنت اللي هو ديسبيسمنت فوليوم بي اي يساوي حجم اسطوانه باي 4 بي سكوير ان عدد الاسطوانة هعوض عن بي بكام؟ هتبص على اليونت هو عايزها بايه؟ سنتيمتر كيوب يبقى اعوض عنها سنتيمتر واعوض عنها بالسنتيمتر هيطلع لك هنا سنتيمتر كيوب المطلوب الثاني بريك مين افكتيف بريشر مش فاكر قوي بس انا هفكرك في احمد ومحمد واحد معاه انجن بيطلع باور اكتر واحد كان حجمه كبير وحجمه صغير فكنت رابط الور مع الحجم او الباور مع البي دوت هنا عندك بريك باور على عندك ور على البي دوت لو كنت قسمت الور اقسمه على البي دي او الباور على البي دوت البريك باور بكام؟ 88 كيلو وات وحاول رجاء تكتب الوحدات اللي انت بتحبها علشان ما تنساش البي دي هو انت طلعتها الاول بكام سنتيمتر؟ تحولها ازاي للتر؟ 10 هقول لحضرتك برضه معلومه موضوع التحويلات عشان الناس تتلخبط علشان ما تتلخبطش في التحويل اكتب المعادله او الرقم دي بوحداتها وشيل الوحده اللي مش عايزها وحط مكانها بتساوي كام من الوحده اللي انا عايزها يعني وهحل لك مثلا كمان شويه بنفس الفكره بس فور اكزامبل انا قلت لك مثلا عايز ال 10 متر مضروبه في 1000 جرام لكل باور عايز تحولها لي تكون بوحده سنتي في كيلو على ثانيه الموضوع سهل اكتب القانون كده بنفس الشكل هنشيل الام انت عايز تبقى ايه؟ سنتي المتر فيه كام سنتي؟
جرام عادي بايه؟ كيلو. جرام في كم كيلو؟ 10 سنتيمتر. واحد على الاقل؟ كيلو. الاور ساعة عايز يبقى ثانية؟ وبرضه حاجة تانية مهمة، بعد ما تعمل اللي أنا قلت عليه ده تشيك عليها المرة. يعني لما أنا مثلا الفيول كونسامشن فور إكزامبل كان 3000 جرام أو خليها سنة 5000 كيلو جرام في الثانية، مش فيول كونسامشن بتاع 40 أي فلوريد 5000 كيلو جرام في الثانية في الساعة. الساعة بيعدي 5000 كيلو في الثانية، هيعدي أكتر من 5000 ولا أقل من 5000؟ أقل. هو في الساعة بيعدي 5، يبقى في الثانية بيعدي أقل، يبقى لازم هقسم على الرقم مش هضرب. البريك باور 48 كيلو وات. البي دي عندك انا عندي كوب كيو سنتيمتر، واضربها في 10 اس ماينس 6 عشان احولها ليها متر كيو. متر كيو احولها متر، وبعد كده اضرب في ان على اي 60 عشان تجيب البي دوت. طلب منك التور، تجيبه ازاي تور؟ بريك باور تساوي تور اوميجا، الاوميجا 2 باي ان على 60. التورك هعرف اجيبه لما اعوض هنا بالبريك باور، بس خد بالك البريك باور بكام هو يديها لك؟ 88 كيلو وات. هو عايز التورك بواحد نيوتن، يبقى لازم 88 تبقى ايه؟ اخر حاجه البي فيرس، بس عايزها بيكس بنت بكام البي فيرس؟ بي دي على بي سي تساوي 1 بلس بي دي على بي سي سي. عندك البي دي كيوب سنتيمتر من المسألة الأول، هتطلع هنا البي سي بتاعت إيه؟ الرينج كله. أنا عايز بتاعك 1 سلندر ستونر. هقول لك بس الفكرة بتاعت مسألة تانية مش لازم نحلها وحدة كاملة، بس عشان تعرف موضوع التحويل وموضوع لما يطلب منك طلب ما تعرفوش غريب بالنسبة لك. دي رقم 14 في الشيت عندك. اخر مسألة. بيقول لحضرتك سنجل سلندر. سنجل سلندر يعني فور ستروك. البور 12.9 سنتيمتر. الستروك 18 سنتي. شغال على سرعة 800 RPM. بيقول لك ايه؟ الانجن دوت يوزز 4.13 كيلو جرام اوف فيول ان 4 minutes. يعني هو جاي يحب يقيس الفيول كونسبشن، هيقيسه ازاي؟ من ابسط الطرق اللي بستخدمها لقياس الفيول كونسبشن ان انا اجيب التانك بتاع الفيول اللي بسحب منه واحطه على ميزان، ميزان ميزان اكيرت شويه، ومعايا ستوبوتش واشوف دلوقتي الوزن كام؟ ولقيته بيستهلك، واشوف بعد دقيقه دقيقتين بعد ثلاثه بعد اربعه اوقف الستوبوتش واشوف الوزن قل قد ايه. ده اللي هو عمله، لقى ان هو استخدم 113,000 كيلو في 4 دقايق. الجملة دي هتستفيد منها ايه؟ ايه من الفيول؟ هتساوي كام؟ 113 على 4. بيقول لك why did we why developing a torque of 76 نيوتن متر؟ يعني التورك بكام؟ 76 نيوتن متر. طالب منك ايه بقى؟ طالب منك البريك سبيسيفيك فيول كونسامشن بوحدة جرام لكل كيلو وقت اهو. طالب منك البريك مين افكت بريشر بريك باور. طالب منك حاجة اسمها سبيسيفيك باور. طالب
بيطلب منك حاجة اسمها الاوتبوت ب ديسبليسمنت تحديد اي كيلو وات على الليتر طالب منك سبيسيفيك فوليوم تحديده ايه؟ نيتشر لكل كيلو انا اديك اسئله دي عشان حاجتين عشان التحويل اللي فيها وعشان في شويه جيبن في الحاجه يلا بينا يا شباب طالب منك البريك سبيسيفيك فيول كونسبشن مساوي ام دوت فيول على بريك عندك ام دوت فيول احسبها 113 كيلو على 64 هيطلع تقريبا حاجه كده كيلو جرام في الثانيه شايف الرقم طلع كام؟ الرقم ده بطيء ولا الثانيه مش هستنى اكتر من كده ايه؟ ده كده ام دوت فيول بريك باور عندك؟ هجيبها ازاي بريك باور؟ بريك باور تساوي التورك اللي هو 76 2 اوميجا 2 باي ان على وانت واخدها بايه؟ وقت وقت الباور ده بايه؟ بالوقت الكلام ده هيساوي ايه يا شباب؟ هيساوي رقم وحدته كيلو جرام بير سكند على رقم وحدته واحد هو عايز وحدته تكون بايه بقى؟ بص كده على السكوير جرام على كيلو وات حولهم ازاي؟ ما تعجبش ادي كيلو جرام على سكند انا حطيته فصلتهم عشان ما اطلعهمش هشيل الكيلو جرام واحط تساوي كام؟ جرام 1000 جرام ده ضرب هشيل الوات وحط بقى نظرة كيلو وات 10 ماينس 3 صح؟ هشيل السكند وحط مكانها 1 على 3600 وصل بقى في مشكلة؟ في لخبطة؟ بريك مين افكت بريشر لقيت البريك باور هقسمها على مين؟ البي دوت دي بتساوي كام البي دوت دي؟ ولا 4 بي سكوير ال زد بي دوت ان على اي 60 عندك كله بريك باور خلاص جبتها سبيسيفيك باور ما خدناهاش وايه ده الريستكشن ربنا سامحه ضحك علينا ما قالهاش بص على الوقت وديتها ايه؟ كيلو وات كل متر سكوير على ايه؟ اريا اريا بتاعت ايه؟ سلمت اريا دي بالسبيسيفيك باور اللي هو عايزها هتساوي بريك باور على الاريا بتاعت السلندر اللي هي باي على 4 تمام بس هي ما خدتهاش لو قالك اسطوانه واحده كان هتقسم البريك باور الاول على 4 اسطوانه وتقسم على 9 اسطوانه المطلوب الثاني اوت بوت بيه اسبريسو ما خدناهاش برضه وحدته ايه؟ كيلو وات لكل لتر هتساوي ايه؟ بريك باور على الاسبريسو اللي بعده سبيسيفيك فوليوم ليتر لكل كيلو وات تمام يا باشمهندسين؟ اتمنى يكون الموضوع سهل بالنسبه لكم وحاول حل كده سهل عشان تتدرب عليه